تفضل استاذ وسام. صوتي واضح؟ واضح، صوتي تفضل. واضح. السلام عليكم ابو عاشق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اطرح البحث او ما عندك تفضل وقت تفضل تفضل. لمسألة الواو؟ تفضل. ان شاء الله خير. احتاج الى الوقت هذه المرة، بكل مرة اقول احتاج الى دقيقة ونصف دقيقة، لكن هذه المرة أحتاج إلى وقت لأن البحث شوي مطول. تفضل تفضل ممكن نثبت بعض الأمور، بعض تفضل الأساسيات والنقاط، حتى تفضل على أساسها ننطلق. يعني تفضل. بالحلقة السابقة لما اتصلت بيك قلت لك هل الآية بنزولها هي تشترط التطهير على من نزلت عليهم أم بتطبيقها؟ اتفقنا على أنه لا، هي إلها مطالب، أليس كذلك؟ نعم. فمن طبق هذه المطالب صار مصداقا، يعني صدق عليه التطهير. نعم. يعني الآية لم تنزل تشريفا بزوجات النبي، صح أو لا؟ الآية تتكلم عن حلال وحرام، إذا فعلتن ذلك الحلال أخذتن التطهير، وإن لم تفعلن ذلك الحلال أو الأشياء وأن تنتهين عن هذه الأشياء لا تدخلن في مسألة التطهير. بس سهلة جدا، إذن هي تشريعية وليست تشريفية، ولا لها أي تشريعية. باب نعم من هذه تشريعية. الأبواب. نعم تشريعي. إذن إن شاء الله راح أشرع بالبحث. أولا، المدخل الأول، إذا كانت الألفاظ التي في آية التطهير دالة على عصمة أهل البيت عليهم السلام، وهو ما يقول به إجماع أهل الطائفة، فإن لآية أخرى ذات الألفاظ في الذين شهدوا موقعة بدر، وهي في سورة الأنفال الآية رقم 11، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. والتطهير ها هنا جاء دون مطالب تسبقه، على عكس ما جاء مع آية التطهير، فيفيد إذن أنه أمر واقع بالإرادة التكوينية من قبل الله، وليس تشريعا كما في آية التطهير المسبوقة بمطالب لتحقق شرطها، صح أو لا؟ نعم. يعني تتفق معي أنه إذا كان يستدل بآية التطهير بهذه الألفاظ الواردة فيها، فإذا كل من شهدوا موقعة بدر هم أيضا يجب أن يكونوا معصومين بدلالة آية أخرى بنفس الألفاظ. كمل ألو؟ كمل معاك، لا اسمعك. صح. نعم تتفق معي إلى هاي النقطة أو كمل. لا؟ نعم. نعم. يفيد إذن الإرادة، فيفيد إذن أنه أمر واقع بالإرادة التكوينية من قبل الله، وليس تشريعا كما في آية التطهير المسبوقة بمطالب لتحقق شرطها. ولعله سيقول هنالك أحد من الأصحاب وأهل الطائفة، يعني جماعتنا نحن الشيعة، أن الوارد في الآية هو الرجز وليس الرجس، فأقول إن الرجز والرجس لا يختلفان كثيرا عن بعضهما في المعنى والأثر، وأن المذكور الآن يعني الرجس هو مما أمر الله به نبيه بهجره، فقال والرجز فاهجر، وإن كان امتناعا لا رفعا. يعني إنهم يقولون حتى إذا كان الرجس وارد عن أهل البيت، هذه الآية وارد عن أهل البيت، فيقولون إن هذا الرجس ليس رفعا عنهم وإنما امتناعا، يعني هو ليس فيهم وإنما هم ممتنعون عنه نعم. فقط. خليك معي. فأقول إن الرجز والرجس لا يختلفان كثيرا عن بعضهما في المعنى والأثر، وأن المذكور الآن هو مما أمر الله به نبيه بهجره، فقال والرجز فاهجر، وإن كان امتناعا لا رفعا. فهو من أحد العوامل التي جعلت برفعها أو امتناع النبي عنها كونه معصوما، هو أحد العوامل التي جعلت من النبي معصوما. فإذا برفعه عن أهل بدر، عن الذين شهدوا وطهرهم الله،
فإذا يجب أن يكونوا معصومين أيضا. هذا بالنسبة لمن يعني لمن يستدل ويستشهد بآية التطهير على أنها نازلة في أهل البيت وليس في نساء النبي. نعم. وجاء في تفسير الميزان بيان معنى الرجس نصا. قيل الرجس بضم الراء وكسرها العذاب، والمراد بهجره هجر سببه وهو الإثم والمعصية، والمعنى اهجر الإثم والمعصية. وقيل الرجس اسم لكل قبيح مستقدر من الأفعال والأخلاق، فالأمر بهجره أمر بترك كل ما يكرهه الله ولا يرتضيه مطلقا. فهذه الصفات الآن في الرجس المفروض هي مرفوعة عن كل الصحابة الذين شهدوا موقعة بدر أيضا بدلالة تفسير الميزان. هل واضح الصورة أم لا؟ أتفضل كمل. وأي الذي يعنيه معناه يعني الرجس، وأي الذي يعنيه معناه فهو قد أذهب عن أهل موقعة بدر وطهروا، فهل هم معصومون؟ الآن هذا سؤال جاي أطرحه، فهل هم معصومون بنزول هذه الآية عليهم؟ هل هم معصومون يا من تستدلون بآية التطهير على كونها نزلت في أهل البيت وهي الدالة على عصمتهم؟ فهل أهل موقعة بدر الذين شهدوا موقعة بدر هل هم معصومون بهذه الآية التي نزلت فيهم؟ هذا الباب الأول انتهى، مدخل الباب الأول. عند الباب الثاني، الباب الثاني مصاديق الرجس، الرجس وليس الرجس، الآن مصاديق الرجس، وهي ست نقاط، ست نقاط لخصها في ست نقاط. أولا من القرآن أيضا، ولا يمكن لأحد الرد القرآن، لأنني أستشهد بالقرآن، لأنهم بكل بساطة استدلالهم على عصمة أهل البيت هو جاء من القرآن، فلا يمكنهم رد ما في القرآن. النقطة الأولى، بس إذا صوتي مو واضح أرجو أن تنبهني شيخ. واضح تفضل، بس بالله عليك حاول تختصر، حاول تختصر يعني. لا ما أقدر لأنه المسألة طويلة، عندي بيان كامل يعني. تفضل. الباب الثاني بين بيان مصاديق الرجس وهي ستة. أولا ضيق وحرج الصدر. اثنين الذين لا يعقلون. ثلاثة الوثنية وقول الزور. أربعة الخمر والميسر والأزلام والأنصاب وعمل الشيطان. خمسة المحرم من الأطعمة كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والفسوق وما أهل لغير الله. ستة مرض القلوب. هذه مصاديق الرجس التي وردت مقترنة بالرجس في القرآن، ولا يمكن رد ما في القرآن بناء على اعتبار كونه محرفا أو ناقصا، لأن الاحتجاج والحجة في عصمة الأئمة عليهم السلام مستمدة منه ومتصلة فيه وقائمة عليه، وهذا يحتم الالتزام به وجوبا، وإلا فرد بعضه يعني رد كله، ومن ضمن كله هي آية التطهير. الباب الثالث، جاء دور التوفيق بين مصاديق الرجس وبين الخلق التكويني للأئمة المعصومين عليهم السلام، لنرى هل يعقل أو ينسجم ويتوافق ذلك الرفع للرجس المبينة مصاديقه سلفا أو حتى الامتناع عنه مع جوهرهم. الآن راح أقرأ رواية في خلقة تكوين أهل البيت، ولنرى هل مصاديق الرجس يعني توفق بأن ترفع عنهم وهم بهذا التكوين أو لا. جاء في البحار للعلامة المجلسي في الجزء 54 الصفحة 169، وبإسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا جابر كان الله ولا شيء غيره، ولا معلوم ولا مجهول، فأول ما ابتدأ من خلقه أن خلق محمد عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وآله، وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته، وخلقنا من نور عظمته. الرواية طويلة، بما أنك قلت لي اختصر فراح أكتفي بهذا القدر، أنه أن الأئمة عليهم السلام خلقوا من نور عظمة الله سبحانه وتعالى. السؤال الآن، إذا كان أصل تكوين الأئمة المعصومين ومادة خلقهم وجوهرهم هي نور الله الأعظم، فهل يحتاج ذلك النور المشتق من نور الله الأعظم إلى أن يذهب عنه الرجس ولو كان ذهاب امتناعا لا رفعا؟ هل يصح أو يعني أو أنت عايز تقول إذا كانوا مخلوقين من نور الله عز وجل فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده إلى السماء
ويقول اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير، صح؟ تماما. ما إذن هو هذه الرجس تنفي اذا هم العصمة كانوا، أساسا. نعم اذا كانوا قبل خلق الخلق اصلا وهم مخلوقون من نور عظمه الله، من نور عظمه الله، والروايات في هذه مستفيضه جدا يعني. فما هو الرجس المبين مصادقه؟ انا بينتها بستة نقاط. وان كانوا يقولون هو ليس رفعا عنهم وانما امتناع، يعني حاله امتناع ليس إلا. نعم. فهل يحتاج ذلك النور المشتق من نور الله الاعظم الى ان يذهب عنه الرجس ولو كان ذهاب امتناع لا رفع؟ تكون مثلا حضرتك معاك تفضل. تفضل. ولو قيل انه قد اورد، نعم، ولو قيل انه قد اورد بهذا الشكل لكي يخاطب الناس على قدر عقولهم، فاذا لا حرج ولا تتريب على تباين الافهام للنص المذكور، ولا جرم على من ينكر وروده في حق الائمه. ثم لو كان كذلك فلماذا لم يلتزم به الائمه بل خالفوه وحدثوا في كل ازمنتهم بمثل هذه الروايه التي قراتها عن اصل خلقتهم بدليل الروايات المستفاضه عنهم والمماثله والقرينه للمذكوره حول شانهم؟ هذا السؤال لمن سيحاول الترقيع، فيقول انهم حدثوا بذلك لخواصهم او شيعتهم، او ان الايه جاءت لتخاطب الناس على قدر عقولهم، فاوقعت العقول في لغط وفتنه وضياع وفهم لا يفيد بكل شيء الا ما يريدون. والان في الباب الرابع والاخير، الباب الرابع والاخير هذا جدا مهم، وهو باب الربط يعني بين ما طالب الله به وبين قرائن ايات اخرى راح اقراها، فكلها ستفيد الى التطهير. تمام شيخ وليد؟ تمام معك. نعم. سآتي بالتعاليم أو الإرشادات أو الوصايا أو المطالب التي أمر الله بها زوجات النبي تشريعا منه لهن، وهي خمسة مطالب. وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله. هذه خمس مطالب كاملة، ونتيجة تطبيقها والالتزام بها تكون لغاية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واللام لام التعليل. سأفصل كل واحدة من هذه المطالب الخمس وأستخرج نتيجتها وأثرها من القرآن في القرآن. المطلب الأول والثاني، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. النتيجة في هذه بمصداق آية أخرى وقرينة أخرى، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أطهر. إذن علة المطلبين هي التطهر، وبقرينة آية أخرى تبين أن الاحتجاب نتيجته مماثلة للعلة الغائية للمطالب. المطلب الثالث، وأقمنا الصلاة، النتيجة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأن كنتم جنبا فاطهروا، وأن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تمام؟ تمام. إذن إقامة الصلاة مفاده، وهي المطلب الثالث من الله لزوجات النبي، وهذه بقرينة أخرى هي مفاده التطهر. المطلب الرابع، وآتينا الزكاة، النتيجة من آيتين أخرتين، بقرينة آيتين أخرتين، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. الآية الثانية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. المطلب الخامس، إطاعة الله ورسوله وفي ذلك من الخير كله وليس الطهر وحده، والطهر متحقق ضمنيا بالوجوب بطاعة الله ورسوله أن ينفك عنها بدليل النتيجة، نتيجة إطاعة الله ورسوله
هي خمسة آيات راح أقرأ واحدة منها، يعني كلها مفادها الجنة للاختصار. يعني من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يعني مفادها كلها بالنهاية الجنة. ثم راح أترك بقية الآيات للاختصار. ما هي صفات زوجات أهل الجنة بعد أن أثبتنا أن طاعة الله ورسوله موجبة للجنة؟ ستجيبنا عن ذلك هذه الآيات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. الآية الثانية قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. توجد آية ثالثة ما راح أقرأها للاختصار. فللذين ينكرون السياق وواو العطف وقواعد اللغة ويقولون بعد إلزام اللغة لهم من أن آية التطهير قد حشرت حشرا، يعني لما نحتاج مثلا لما يحتج على جماعتنا احنا نقولهم واو العطف او انه اللغه او انه من السياق فيقولون انها حشرت حشرا في هذا، وهذا ليس موضعه. بعد الزام اللغه لهم من ان ايه التطهير قد حشرت حشرا في موضعها ذلك، فهذه مصاديق المطالب الخمس ونتائجها واثارها في ايات ومن ايات اخر، فكل المطالب دالة على التطهير إذا ما طبقت بقرائن وشواهد عدة آيات في القرآن الذي تستشهدون منه بآية على عصمة الأئمة عليهم السلام، فأردتم بذلك تثبيت العصمة فيهم وما أثبتتم إلا ما ينقضها لاشتمالها على الرجس أولا والمبينة مصادقه، وثانيا أن شرط الطهارة لا يتحقق إلا بابتداء ما يوجبها. شرط الطهارة لا يتحقق إلا بابتداء ما يوجبها، وجاء ذكرها مؤكدا تأكيدا بقول الآية ويطهركم تطهيرا، وخلقة أهل البيت هي من نور الله الأعظم. يعني فما هو الرجس الذي يرفع عنهم وما الغاية من تطهيرهم إذا كانوا هم نور الله؟ انتهى البحث. الله المستعان. ما شاء الله تبارك الله، يعني البحث كله بصراحه يوافق اهل السنه والجماعه. يعني حضرت صرخي تمام. انا لست صرخيا لا، ولكي لا ارمى بالتسنن راح اقول كلمه قد تزعج الاخرين. كل الصحابه باضعاف اضعافهم انا بالنسبه لي لا يدانون صفه واحده من صفات علي بن ابي طالب، حتى لا ارمى بالتسنن بناء على هذا البحث، وإنما هذه الآية نزلت في زوجات النبي وهي تشريعية ليست أكثر. فإذا طبقنا المطالب إذا طبقت هذه المطالب نلنا النتيجة، وإذا لم يطبقنها فكان جزاك الله يعني خير. أمرهن ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا، ونسأل الله عز وجل لنا ولك الهداية أو كمال الهداية. ربنا يبارك فيك. شكرا لك أستاذ، بحث قيم وما شاء الله عليك، وسمعنا لآخر كلمة الحمد لله. شكرا لك.